يستحق أن يساد بهم، يقومون برعاية أطفال لا يمتون إليهم بصلة ولا يعرفونه، ولكن لقد كانت صدمة. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، ونحن لا نعرف كيف سيكون هذا العذاب، وكيف سيكون هذا الطوفان، وكيف سينتقم رب العباد من المجتمع بالأمراض، بالأوبئة، بالخلافات بين المسلمين، باقتتالهم مع بعضهم البعض، بتسلط الكفار عليهم، بدخول المجرمين ديارهم، بماذا سوف ينتقم ربك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، والله إنه مخيف. ولقد فشى ولد الزنا عياذا بالله. لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث سمرة ابن جندب أنه لما أراه ربه رؤيا أراه من جملة من رأى، قال رأيت كمثل التنور، الفرن واسع في أسفله وضيق في أعلاه، فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفلهم، وهذا يحصل لهم وهم في القبور. رأى النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر وعذاب البرزخ ويأتيهم من أسفلهم، إنه من مواضع الجريمة. فإذا ما اشتد عليهم علوا ثم نزلوا فيأتيهم اللهب فضوضوا، أي صاحوا. قال سألت جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، هؤلاء الزنات والزواني. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتردد في ذكر هذا الكلام وتوضيحه للناس من أجل أن يجتنبوه. ثم الزنا مضاره ومخاطره ومفاسده، وأولاها التعرض لغضب الرب ومقت الله عز وجل عليهم، يمقتهم الله ويغضب الله منهم. وإن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ثانيا، إن من أعظم الأضرار وأكبرها على الإطلاق اختلاط الأنساب والخيانة. الزنا خيانة، خيانة لأعراض، وبالتالي أسوأ أنواع الزنا أن تزني حليلة جارك، ذلك لأنه قمة الخيانة، ولأن القربة والدنو والتداخل يفسح مجال لإثارة المرأة أو استمالتها أو استدراجها أو الظهور عندها بما ليس لزوجها من صفات أو إبراز رجولته، وبالتالي هذا يعتبر شر أنواع الزنا. بل لأن يزني أحدكم 10 مرات خير له من أن يزني حليلة جاره. الزنا سيء. أي زنا سيء؟ الزنا بحليلة الجار في 10، من السوء في 10، لأنه يعني قمة الخيانة، يعني استغلال العلاقة. بل بعض الناس قد يصادق من أجل الزوجة أو من أجل الأخوات أو من أجل ذلك، ليجد سبيل للدخول إلى البيت، ومن ثم الفتنة والإثارة. وهذا يعني أنه قد تجرد من الإنسانية تماما، تجرد من الإنسانية وصار وحشا كاسرا وذئبا مفترسا. اختلاط الأنساب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود في السنن وعند النسائي، أيما امرأة
أدخلت رجلا على قوم ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها جنته. لأنه سوف تدخل طفل، الرجل سوف يسمي له باعتبار أنه ولده، سوف يفرح به، سوف يرث، سوف يطلع على عورات ما كان لها أن يطلع عليها، سوف يطلع على أخوات الأب المزور، وبالتالي باعتبار أنهن عمات سوف يطلع على عورات ما كان لها أن يطلع. ولم ينتهي الحديث، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه فضحه الله على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين يوم القيامة، واحتجب الله منه. تقول ده ما جناي؟ جناك تقول ما جناي؟ دي مشكلة. ترموه في الشارع؟ ترموه في الشارع؟ مشكلة. إنهم يخافون الفضيحة ويخافون العار. أولم يعرفوا بهذا في الأول؟ أولم يفكروا بعقولهم؟ أولم ينظروا إلى القضية بقلوبهم وإيمانهم؟ إنها مشكلة فعلا. الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى إرث من لا يستحق الإرث،